الحمد لله. يعني يمكن احنا الماتش اللي فات بدايه كانت حاولنا ان احنا الشغل اللي احنا اتعامل معانا الاسبوع اللي او بالظبط بالتحديد اسبوع لاعداد للبطوله اشتغلنا كويس المباراه اللي فاتت مع نيوزيلندا وحققنا يعني بدايه بالنسبه لنا التكتيك والشغل اللي احنا كنا عايزين نوصله للاعبين بعد تغيير طبعا الجهاز وان اللعيبه اتعرفت على الشغل اللي احنا اللي انا او الفكر اللي انا عايز اشتغل بيه الحمد لله ادوا بشكل كويس. وزي ما قلنا الاحتكاك للبطوله دي كان مهم جدا وانا راضي على البدايه الاداء والحمد لله النتيجه ربنا ادانا النتيجه معنويا تفرق كتير معانا. وانا شايف البطوله يمكن البطوله خدت اهميه كبيره الاهميه الكبيره من الفيفا اصلا وزائد قوه المنتخبات اللي موجوده سواء كرواتيا ونيوزيلندا وتونس. والحمد لله البطوله اتلعبت في ملعبنا وفي استاد فخر للكره المصريه والرياضه اتعمل في العاصمه الرياضيه العاصمه الاداريه واعتقد ان وجود الجماهير اللي في المباراه اللي فاتت كان ايجابي جدا ومعنويا للاعبين. ان شاء الله المباراه النهائيه مع كرواتيا الجمهور هيفرق كتير جدا معانا ان شاء الله. بالنسبه للاداء طبعا انتوا عارفين ان منتخب كرواتيا من ثالث العالم ومنتخب كبير وعنده لاعبين على اعلى مستوى في انديه كبيره على راسهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وكل الانديه اللي موجوده في اوروبا. فاعتقد مباراه مفيده وعايز اوصل المعلومه ان البطوله نفسها ان شاء الله بالاداء الايجابي والنتيجه الايجابيه اللي هتحصل ان شاء الله زي ما حصل في نيوزيلندا وان شاء الله في كرواتيا الغرض منها فعلا معنويا والاستفاده الفنيه واللي تخلينا ان شاء الله نسعى للهدف بتاعنا في تصفيات كاس العالم وان شاء الله كاس الامم 2025. اكيد بتمثل لي من ناحيه الفايده اللي انا اصريت ان انا اشارك في البطوله اني عارف قوه وقدره المنتخبات اللي معانا. واديكم شفتوا يمكن لو تفتكروا المؤتمر الصحفي اللي كان قبل نيوزيلندا قلت لكم يعني منتخب نيوزيلندا منتخب قوي عنده حلول كتير فنيه عنده تكتيك على اعلى مستوى عنده لاعبين بيلعبوا في اوروبا في الخطوره اللي موجوده في كل المراكز اللي موجوده وده اللي حصل. المباراه كانت تقيله جدا جدا يعني اعتقد اني مش هتبقى اصعب من نيوزيلندا. يعني كرواتيا منتخب كبير وزي ما قلت ثالث العالم وفي الاولمبياد فكل الكلام ده يخليني ان انا اللي انا فكرت فيه وان انا اصريت على ان انا اشترك في البطوله الحمد لله الاستفاده كبيره جدا وان شاء الله تبقى استفاده معنويه بان احنا نكسب البطوله مع منتخب كبير وقوي زي كرواتيا. اللاعبين اللي موجودين زي ما قلت مودريتش وكل المجموعه اللي موجوده كلها يعني انا بشتغل معاهم كفريق تيم كابتن كامل بالتكتيك بتاعهم بالشغل بتاعهم بيقابلوا اللي انا الفكر اللي انا عايز اشتغل بيه. طبعا بكل الاحترام بنحترم كل الايجابيات القوه اللي موجوده لكن لكل فريق ليه ايجابياته وثغراته وسلبياته. فاي منتخب في العالم مهما كان قوته فانا شفت واتفرجنا في الاستاد واتفرجنا في الفيديو في المحاضره اللي اتعملت النهارده وان شاء الله بكره بوصل المعلومه للعيبه وبندرس الفرقه كويس مش مودريتش كل المجموعه اللي موجوده. منتخب كرواتيا في انسجام في عنده حلول اكيد طبعا في خطوره كبيره جدا عندهم في نص ملعبهم في يمكن اقوى حاجه في المنتخب كرواتيا نص ملعبهم على اعلى مستوى التكتيك بتاعهم في من ناحيه الثلث الاخير في عندهم خطوره كبيره جدا. الكور الثابته اعتقد ان بيتميزوا بيها خاصه الاستوبارين اللي كانوا موجودين نمره 5 و4 وبعد كده اللي نزل نمره 6 في لما حصل اصابه للراجل الاستوبر الثاني. الكور الثابته عاملين حسابنا واشتغلنا عليها يعني في نفس الوقت في المقابل بقى واحنا شغلنا اللي انا عايز اطبقه اللي شفنا جزء منه او
نسبة كويسة اتحققت في مباراة نيوزيلندا، زي ما قلت مع منتخب عنده قوة بدنية كبيرة زي منتخب نيوزيلندا، قدرنا ان احنا يعني نسيطر او نفرض اسلوبنا او اسلوبي اللي انا عايزه في ان شاء الله اللي هي المباراة الاخرى هيزيد لحد ما ان شاء الله نوصل للمباراتين بوركينا فاسو وغينيا، ان شاء الله يكون اللعيبة حافظت اكتر. وانا بقول ان دي يعني خطوة مهمة جدا، اني انا ملعب مع منتخب كبير زي منتخب كرواتيا، هو طبق عليه الفكر اللي انا هشتغل بيه، اكيد هتبقى في المباريات اللي جايه هيبقى ان شاء الله الناتج ايجابي. وزي ما بقول البطوله معنويه وفنيه، ورجوع الجماهير الجمهور المصري اللي حوالين المنتخب تاني، والثقه اللي احنا شفناها والروح اللي موجوده من اللاعبين، يمكن الناس حست بيها من فترة ان كنا محتاجينها، ودي مكاسب، والمكاسب اكتر ان شاء الله في مباراة كرواتيا. ادائنا مع كرواتيا وفوزنا فنيا وتكتيكيا بالنسبة لنا ده اللي يهمني، ومع طبعا النتيجة ان شاء الله تفرق ان احنا نفرح الجمهور ان شاء الله.